شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. لايكات، تعليقات، ترتيبات، يوم هواية دعافي صارت بالشغلة. اول شغلة الولد صاحبنا جاب لنا هذا الفرخ، شوفوا اديني شطلته، هو جولدن زيرا، هذا شطلته جنح وذيل وصبخته طقعتين وخليته ويا الطيور. الشغلة الثانية، البارحة بعنا التيادي حجي صاحبنا ابو الخطيب دزي اخذين، فدز لي هذا الرماني، لان هو قبل ما اخذ من عنده رمانيات، لان اثنين طلعنا في حله اثنيناتهم، فدز لي واحد مني بنت رجعها يعني ذبيع. فالمهم رجع لنا هذا فحل مكعكل. الشغله الثالثه، شوفوا هذا الفحل عطاسه، هذا البارحه اشتريته من الكسره ولا صايده وجايبه فحل كراس يحلف يطير نهار، يقول جلدي يعني صار لفترة طويلة يمي. قلت له تجيبه، ذبيته اخذته شكلته، هو هسه صار عندنا هذا، صار عندنا الجولدن الثاني تمام. هاي باقي الطيور، ها جبنا شياسة مال كلس، الواحد جبت 4 شياسة مال كلس، لان هاي الصبة خلصنها راح يطلع الشيش، ف جبنا له الهم كلس حتى يضربن ويستقرن. الشغله الرابعه وهي الاخير، هذا الجولدن هياته العنبر سره، طلع فحل شباب، هذا العنبر سره طلع فحل، اللي احنا كنا ثاقين بيه وعبالنا طيره وده نجيب له فحل، هو طلع فحل. ف يعني ما عندنا، ما نحتاج لنا هذا، ما نحتاج فحل، نحتاج طيره نشتري له، بس مو هسه يعني، ما راح اشتري له الا يجلد ويثبت. يا الله ليش اجيب لي هو يضيع؟ اذا طار وجلد وثبت وذاك الوقت نجيب له طيره. الشغله الثالثه او الخامسه او السادسه ما اعرف، القرافل بعتني البارحه، هاي المفاجاه اللي ما حد يتوقعها. انا اعترف غلط شباب، بقيت ذني شباب، انا غلطت لان ما جيت ماخذ موضوع القرافل بصوره جديه. هتقول لي شلون؟ انا من جبت القرافل يعني عبالي هيك نتونس عليهم كم يوم نطلعهن، بس ما عبالي انه راح اقعدهن وينتجن وفرخات وهالامور. انا اختلفت الشغله، كان المحلوات شباب يلعبن النفس اللي كان عندي بالبيت، وحايلات كل واحد راسه كبرى يعني، هن منين اشتريناهن بالبداية كان يعني شغلتهن مو تمام، يعني اللي راسه اهل كبرى، الحايل عجوز، فحلة من مكان، طواير من مكان، مهاليس ما ادري شنو، يعني سبحان الله التمت فد لما مال القرافل تعب النفس بالسطح مالتي. انا ما اعرف اسوي هي شغله شباب، اصدقائي واخوتي ما اعرف اسوي هي شغله، انا من ارد اربي اربي طير صحيح، ومال اجيب لي تيدي هيك مهتلف ارفل مهتلف واخليه هو الارفل اذا مو حلو ما يتربى، عارف اللي اذا في التاله ما بي صار فضي، اذا من قاره طويل صار فضي، اذا مرقع منا ومنا صار ما حلو. ف طلعتهن بس متواعد ويا ولد يطير بالمكاسب اللي يم شارع المطار. البارحه خابرت الله شاهد، هذا عطشان الفحل يدور مي، تعال طبي من الرافل يشرب مي ويطلع، وعلى شنو يمشي هناك يشرب مي؟ ما يتعطش الطير هذا، لان هذا البارحة انا خليته بال رجعت بالليل متاخر فما طببته، خليته بالقفص وهسه صعدتني قبل شويه، هسه انطيه مي. بس خليني اكمل لكم شغله القرافل. البارحة خابرت هذا والمكاسب، الولد دزلنا رقمه همي احد المتابعين بالقناه، خابرته قال والله انا رايح لاربيل، ارجع من اربيل وبخير والدلل. الطيور انا شايفها شباب دازيده مقطعها 45 تك، يمكن طيور ما طابه حله شباب، طيور على الهزيمه على الفك ما طابه حله، وطيور مناقيره حلوه. اقدر انشر لكم المقطع بس ما تفتهمون منه شيء، يعني جوز اخليكم اياها بنص ال، انا قلت له اجيبها، قلت له اجيبها وصير شغله رسميه، يلا نخليكم المقطع. المهم فتراهمت وياه تواصلنا، السعر متقارب يعني بيناتنا، اكو تفاهم كان، قال الثلاثاء بس اجي اخابرك، الثلاثاء يعني بعد ليومين ثلاثه
بس يخابرني اروح اجيبهن نطيرهن نسوي مقطع بيهن ونجيبهن، ما راح ابقيهن كلهن شباب. انا هسه بقيت 3 ازواج، ابقي لي بعد فد 10 ازواج المكعكلات، المكعكلات الحلوات، والبقيه اطلعها تمام، لان هي بيها بالعشرين مكعكل اكثر. البقينا من عندها فد 10 ازواج والبقيه نبيعها، واذا اكو مثلا بيها قشي مكعكلاتها من بقينا كم زوج يعني، بس نبقي طيور صحيحه شباب، نزلقها حلق ونطير بناتها. احسن ما انا جايب لي 7 فحله من نانا و3 طواير من نانا وفحي من نانا وطياره شي اللي بهلوسه هاي. طبينا على سلك الارافل، خلينا نجيب شغله صحيحه، والارفل اذا مو حلو ما يتربى شباب. طلعت له مي طار كله دا يشرب، دني دا اعوف من برا مفتوحات خاطر اتيادي همين يدشرين الفرخات. شغلة ثالثة رابعة خامسة ما اعرف شباب، عيني طابق زوج بالخانة، هذا الفحل الجلد مالتنا، وهاي الطيرة التيدية، هاي الطيرة يعني 18 ساعات 9 ساعات لا شيء عندها، مال والله صاحبي تيدية تيدية درجة أولى. وبقيت لها الفحل مالتنا هذا مال السباق، خلي نطلع من يمين شي. هنا نشعدنا شباب، هاي الحبرية نسيتها، هاي الحبرية اللي نزلنا البارحة عشان نطلعها، هاي الحبرية. هذني بيضات بيضتين، ذني بيضات بيضتين، ذني بيضات بيضتين، ذني بيضتين، ذني بيضتين، يعني 5 ازواج بيضات. هسه ذاكنا راح يبيضن، ذني المفروض يبيضن، يبقى هذا الفحل ويا هاي الطيره، وهذا الفحل الجو ابو طخه ويا الطيره العلي ولا او شوف شلون. وعندي بعد فحل هناك سجل، هذني يوم رجع البيضن الرمانيه وعلى هذا، يعني الامور هنا أنا طيبه. هاي اللي تعاي انت، هاي هسه نقصها وندبها، نقصها وندبها، على شنو بدنا نشكلها؟ هي طير كلها مقصوصه، اما نقصها 4 ب4 وندبها، فتزوج وتكمل، وهاي بعدين نطيرها. طيره حلوه ومرتبه، وهاي جو مي، احتمال اطبقها على التيدي هسه شباب، اقصها 4 ب4 وندبها واطبقها على التيدي. خلينا نطلع نزوج هناك وبيها التيدي. هيا تعال شوفوا شباب، 4 ب4 وذبيتها. شوف الرماني هذا قبل صعد المكعكل، قبل صعد المكعكل هذا، بس ما على شيء هنا، لاني مالات النهروان اللي جبناهن كانوا يعني 2 رصاصيات اذا تذكرون، ان ذني جلدات يعني فرخ، وقلنا فوق تقابل سحدر ينزل يمنا، فان شاء الله مأمنات ما عليه شيء. خلينا نصعد شباب على الحمر نشوف شكو ماكو. انا اصعد على الحمور خلاص، اصور كل رافل مال خالد ما شاء الله، دي يخرج بيها جدد. اوكي زاج اليوم مدري شنو خالد وياه يعني كم تار، قلت له ابطل يعني تو حتى الرافل تاخذ جنح بعد هاي عنده بال 25 فرخه تقريبا، يعني بال 25 ارفلي مكتب في شيء. ذني تور المخربات، هو باقيات عنده زوج تور من القديمات وعنده كم فرخة جدا، قلت لي يا اخي طلعها نخليه ولا زاجل ما ادري شنو. طبعا شباب ما شاء الله الافراخ يعني هواي جاهزة من عندهم، هواي جاهزة يعني بالضبط راح يصير انقطعين. شوف هذا القطع هذا جهاز، شوف هذا بشخط، هذا القطع جهازه، اكو قطع شويه اصغر اللي هو مثلا هذا الكمرليات، ذني احتمال ذني يعني بعد 5 6 ايام ينزل كاملات ما شاء الله، عدد بدرنقيات هائل. بدرنق ذي الابيض هذا، من بدرنق ذي الابيض؟ بدرنقات طالعات يمكن 8 ما ادري زيد، شعل بسود. شوفوا هذا البيض الاصطناعي الموزين، هاي فاطرة فارغة بطنها فارغة، هاي الصيني، اكو ذاك البلجيكي يجي محشة المكسرات. يلا سيت ولا خلنا نطير سيت ولا شباب،
يلا سيت ولا يلا يا ولا وهذا سيت ولا هو هذا وهذا راح يثبت جداره وانا يا هذا يلا رتب امورك انت بعد شوف هاي انا هم كومة فرخات ملمومة هنا أنا. هذا مين يجي مين صار مين طلع ما ادري يا تعال فيكم شباب لا هذا تاخذوا بالعين الصغيرة هذا هسه مو زين يجوز بعد كم يوم يصير هم بعد انقس ويجوز يصير زين الله اعلم بس شوفوا صعد شباب للامانه صعد صعد والله شا. بس خلي اعدلكم الكاميرا تصير واضحه شويه والله صعد شباب قام يبعد طب انت لا تطير لا هاي روح ارجع لخالد روح والله صعد شباب هذا خوش تار اطلع البقيه باكر يجي الولد ياخذ الفرخات يعني المقطع الجاي احتمال الفرخات ماخذين شوف شو قد يقدر ياخذ والبقيه يجي ياخذن وراها هذا احمر تبروحه عليه نسيت ولا ما ادري وين راح نسيت ولا يا تبغى قلت والله اني مكلف فوقه هني بس هذا الاحمر هذا بروحه مو مالتنا يمكن مو مالتنا هذا يمكن مو مالتنا عم نسيت ولا صعد والله شباب خو صعد صعده شوفوا ذاك النوبه واقف صعد صعد كلش حلو خلي يجي هسه خلينا نطلع له الطيور الا واقف بالسما ما يبين يمكم شباب بس بالسما واقف يجي فوق البيت هذا اللي يشوفه يقول شنو اللي مهت لك سبحان الله شمس ما اقدر اصور لكم اياه كلش حلو شباب كلش حلو هاي شوي الحمر طشت تعال حطها تعال بس المفروض ينزل مو يضيع المفروض ينزل بعد ما ادري يا تعال فوق البيت والله صعد صعده شباب عجيبه شلون مطير هادئ شلون مطير حلو الا واقف فوق البيت شو نروح شوية لي غار شوية بعد اخ يا احترقت عمي حارة رجع 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 علينا رجع 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 ما جاب الاحمر كان غريب ويانا ها راح لو هو مالتنا وشاهق من الطيور ما اعرف بس هذا حاط مالتنا وقبل سيسيت ولا شوف حط الطيور كلها شوفوا وينه ما ادري وين شو مروحه هاي النهايه الحزينه لو شنو والله ما ادري هذا وين شو مروحه هذا فراشه يعني هسه هذا ما بيها كافلام محطاطش كبرش عرضه حاج عدل سطح مبين كله هاي التناويل جوا يعني فرخ هو من هو فرخ هو هنا أنا. فيعني اذا يريد يروح انا بعد هاي شرد اسوي له مثلا
شنو اللي بيدي عليه. هاي الطير هنا أنا. واحنا سوينا اللي علينا صح ولا غلط؟ هذا شوية هدى شوية هدى، هو قام يجي فوق البيت شباب، شوية هدى هيات. هذا هذا شوفوا هنشوف شنو ينزل ما ينزل، مفروض ينزل والله شباب. هذا فوق البيت شنو مدى مدى يعني عبالك مدى يريد ينزل يطير، دا يبعد ويرجع يبعد ويرجع. شوفوا هسه طلع قبل، هسه بعد للاخير شوفوا راح. لا والله افتر، تعال تعال لا لا تنزل شنو هذا الطير حاط؟ حلقة هي مالتنا. هياته فسيت ولا فوق البيت هذا هياته. اي تعب ذني شباب سبحان الله، شوفوا هذا التيدي شباب، شفتوا هسه هذا مسلوى هالكبرى. هاي فتح جنحه طار، هاي يمكن اول مرة ذيك المرة اخذ له فرتين ثلاثة. اليوم هاي اول مطيار يعتبر. هاي صار له ربع ساعة أكثر، هي مو القياس ربع ساعة بس مطيار أصولي بالنسبة لي، طير وضعيته تعبانة يراد له معونة من أمريكا الله يتعدل. سبحان الله هو رتب أموره واعتمد على نفسه وقام ياكل هل موجود صار. هياته هذا فوق البيت هذا. هو ما طول فوق البيت، انا شويه الشمس تاثر عليه من اقدر اصور لكم. خليه يجي خليه يتغرب خليه يتغرب. هذا العنبرسره مالتنا طار طبعا، هذا العنبرسره مالتي والله طار طلع قبل. هاي شنو انا بالسطح طار العنبر سره طلع قبل طبعا. احلف علي العنبر سره مالتنا هذا واقع دمبوسه. هاي جبنا من بغداد جديده 5000 طلع كله وجهه. صور العنبر سره مالتنا هسه انزل اتاكد، بس متاكد اني متاكد هذا العنبر سره مالتنا. هذا النوب هذا مدى ينزل شباب، كانك فوق النوب صعد اكثر. شوفوا راح انزل جوا اشوف العنبرسره لو مو هو. متاكد العنبرسره مالتنا هذا عندي راح هسه. انتم موجودين وانا موجود عمي. ما تكمل عدله. وين العنبرسره؟ العنبرسره وين؟ العنبرسره ماكو. هذا هو المطر ابن المطر العنبرسره اللي طار طلع قبل. شفتوا شباب؟ واقع دمبوسه احتمال. احتمال واقع دمبوسه ذاك وين اجى. هذا وين شوفوه؟ حياته هذا وين. هسه نلتقي بالعنبرسره نلتقي بالسيت ولا واثنيناته راح يروحن. هذا السيت ولا هياته مكلب همين ما يقبل ينزل بس فوق البيت. هات هذا هذا السيت ولا والعنبر سرع طلع بوجهه. طير له واحد هناك كون بس ما خبط وياه، ما خبط وياه. هاي ابن الغبية وين رحت؟ نجيب لك طيارة ودن نزوجك ودن طيارة. يلا هاي سوي هاي سيت ولا هياتها. أنا عرفت هذا العنبرسرة خوش عنبرسرة ومخرج. نجي نحن بين ذاك.
كم ريد يصير هيك يا ترى؟ شوي اذا بروحه هذا نسيت ولا شباب يا شوي نصر. هو الحلو بيه فوق البيت الطير مدى يبعد يعني، والحلو بيعرف يضرب داير، هاي اهم شغله مال الطير يعرف يضرب داير. الطير اللي يضرب دوائر فوق سطحه يعني فاهم الدرس، فاهم الدرس. هذا آه فوق البيت عسى ولعله ينزل. هذا العنبر سرى ما منا رجع، طلع بوجهه الا ما افتر، راح للاخير ورجع للنص و يمين يسرى وثيمان له اكس مربع شفتين ذاك وين العنبر سرى خرب عرضه. دي شوفوا يلا شوفوا شو الا بالسما، الا بالسما شوفوا والله بعلو التيدي يلا بعلو التيدي والله العظيم. شوفوا هذا العنبر سرى بعلو التيدي شباب، يعني هسه وين رحت انت؟ دي تعال هنا ونشيب ونشوف لك طيره ونمشي الامور. الله ما ادري هذا سيت ولا هم هاي شنو السالفه اليوم مشتغليني. قال هذا يحوط هذاك ينزل، بس هذا ما كنا نتوقع منه هاي الطلعه شباب. هذا سيت ولا بس كون تختم ختمه صحيحه يعني، خلينا نضيع العمر سر يكون ينزل هذا يعني يكون هيك ترتب الامور، غير لو اثنيناتهم ماكو حتى نفتهم. حطوا لايكات شباب، حطوا لايكات والله يسهل شباب. عيني طبعا ربع ساعة ورجعت لكم، السيت ولا صار بالسماء الا بالغيم راح. هذا السيت ولا حتى الكاميرا قامت من تجيبه، هي جابته والله. هذا السيت ولا العنبر سر اختفى، وهذا السيت ولا مبين هذا هم راح يسلم لي يعني. خاف واحد يقول لي روح نقل له طيور تطبطب وتقمز العمر وسطح مبين واضح. يريد ينزل ينزل، ما يريد ينزل يصير تحط روحك بروحه ما ينزل، يطلع بوجه ويروح ويروح. طبعا شباب هم طبق الذني الزوج من هنا، هذا الفحل شو ما ادري ليش صار اكثر من مره يعجبنا طبقه على طياره ايديه. هاي الطياره جونسر طبقتها على هذا الفحل، هاي صار اكثر من مره اطبقه وفلش الطبقه، هالمره بعد هاي طبقه النني. حتى الخانات اريد احولهم من هنا حتى بعد تستقر القضيه مالتهم ونمليهن كم زوج. هناك عندنا 7-8 زواج طابقات ونطبق لنا 15 زوج حتى نقوم كل 30 فرخه تيجي نطلعها سوية، كل 30 فرخه تيجي نصعدها سوية. يلا تلحق عمي هسه هذا السيت ولا هنا أنا قدم استقالة توكل على الله. مو أكيد راح، أكيد راح ما تقبل غلط. ذاك العنبر سرى يمكن، هذا العنبر سرى ياته يهوش سيت ولا ذا بروحه قبل يمكن. خلنا نصعد من فوق نشوف شنو ماكو. والله شباب سيت ولا ما أدري وين صراحة، أنا ما أضم عليكم أضوع فوق يمنى يسرى ما أقدر شنو. وأنا كنا الجو صعد الدرج واحد ماكو، اختفى الطير. هاي جابت عينكم لا يمنى لا يسرى. جوز أنا أقول لكم يعني هو طار يقول لك أنا خوش يطير بس ما أعرف أحط، فتعذرني. طلع جوز طلع هيك قبل راح أقطع شوف عنبر سرى ماكو اختفى، فنهاية حزينة لكن ماكو شيء ان شاء الله اللي يروح الله وياه. يلا شباب عيني لايكاتكم تعليقاتكم ان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. واذا صار هذا العنبر سرى من الغبية حياته ما هو حياته هذا العنبر سرى راح بوجهه راح. لكن ما بين يمكم ناصي والله مو هالي، بس الا زاجي صار طلع بوجهه والله. افتر تعال 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 هاي افتر يصير بسطحنا ما افتر، افتر والله جه
فيش لبي الحمور؟ والله ناصي يعني جوز ذا يجي يحط ذاك وين شوفوا شو ذاك شوفوه هذا العنبر سرهياته تكملة المقطع هاي بسيطة وين ذا بروح الغبي هذا البيتون هب كاكوت هذا بال 5 كيلوات واشتغلها كلها ذاك راح طلع ابو وجهه والله خاطيه جاي يريد يحط والله جاي يريد يحط شباب والله جاي يريد يحط ايش يسوي طلع ابو وجهه شباب اختفى ايش راح ذاك وين يمدي الشبكه بعد ما اعرف يلا شباب عيني على المقطع الجاي نشوف بلكي اذا اجى واحد منهم انطيكم خبر واذا ما اجني بعدها احنا ختمنا لايكاتكم ترتيباتكم ان شاء الله نلتقي بمقطع جديد تحياتي لكم شباب.